هشام العزيز. صح سنه طيبين طبعا، ايام طيبه وايام جميله. يمكن ينتهي شهر رمضان، يمكن برضه تكرمنا النهارده البطل الاولمبي، اعتقد حقه ان احنا كلنا نحتفل بيه، وحقه ان احنا كلنا نشوف رغباته ونشوف طلباته، وان احنا نساعده ونرفع اسم مصر وعلم مصر. اعتقد ده دورنا تجاهه، مادام هو الحقيقه الراجل بذل مجهود كبير، سواء هو او اتحاد اللعبه، ده امر طبيعي. ان النهارده التكريم ما هوش تكريم فقط للبطل، هو تكريم للاتحاد مع البطل ومع كل الناس المجموعه اللي شاركت معاه، سواء مدربين او اداريين قائمين بالنسبه له. فهي منظومه كامله لازم نكون مرشحين فيها. برضه عايز اوضح ان النهارده بنكرم علاء، وليه مش بنكرم كرم النهارده في نفس الحدث؟ يمكن احنا شايفين ان كل واحد له حق انه ياخد الواجهه الاعلاميه منفرد. فاحنا ان شاء الله نحن المولى هيبقى في تكريم لكرم ان شاء الله باذن الله بعد العيد، بس هو الوقت كان ضيق لان احنا مش حابين ان احنا نكرمهم وما نديهمش مكافاتهم. احنا سرعنا العمليه بالنسبه لنا، وقدرنا ان احنا نطلع لهم الشيكات بتاعتهم وحاجاتهم كلها اللي هي المفروض بتنص عليها لوائح وزاره الرياضه. ده الهدف من ان النهارده نعملها احتفاليه بعلاء منفرده، ان شاء الله تكون في احتفاليه بكرم برضه منفرده، علشان كل واحد منهم ياخد قدره وحجمه في الاعلام، لان الالعاب الحقيقه الفرديه ما بتاخدش وضعها اعلاميا، واحنا رايحين لدوت ورايحين ان احنا نساعدهم. اكيد النهارده كان في لقاء مع الحقيقه السيد رئيس الجمهوريه، وكان في لقاء مع السيد رئيس الوزراء، ويمكن كله الحقيقه بيجتهد وبيضغط ان احنا نرجع النشاط الرياضي، وكله بيجتهد ان احنا نهتم بابطالنا الاولمبيين ونهتم ب اكيد طلباتهم. واكيد احنا موجودين في موقعنا ده هنشوف طلبات بالنسبه لعلاء الفتره الجايه ايه، وبالنسبه للاتحاد اللعبه، وهنسعى بمشيئه الله تمام ان احنا نحافظ على الميداليه دي، بل بالعكس ان احنا نحسنها. واذا كان في ابطال ثانيه خلاف علاء في نفس الاتحاد برضو اكيد هندعمها. ارجو ان الصوره تكون واصله للاعلام الرياضي كله ان احنا بنجتهد ان احنا نعيد ترتيب اوراق الرياضه المصريه، ونعيد ترتيب الامور. هيبقى لينا اتصالات بشكل مباشر معاكم الفترات الجايه في كل حاجه، وانا مش حابب اخد الشغل الاعلامي كراجل مسؤول عن الرياضه. النهارده اليوم ده يوم علاء، المفروض هو اللي يتكلم، المفروض هو النهارده اللي يقول احساسه ايه وهو راجع بلده، بيتكرم من بلده، طلباته ايه بالنسبه لنا، واحنا اكيد هنكون سبورت لهذه الطلبات. هننسق الامور من قبل اللقاء على طول. يمكن يقول لي انا سامع ان في اصابه وحاجه زي كده وعايز يطلع ويسافر والكلام ده، فاكيد ان احنا ابطالنا لازم نحافظ عليها، وابطالنا لازم نرعاها، وباعلى مستوى ممكن نقدر نعمله ان شاء الله. بس هسيبه يتكلم، وهسيب رئيس الاتحاد يتكلم، واكيد هم متاكدين ان احنا بشكل وزاره الرياضه الجديده هنبقى سبورت لاي اتحاد ينجح، واي اتحاد يقدر يبذل حاجه ويقدر يرفع اسمه على مصر. بدايه بنقول باسم الاتحاد المصري للسلاح، باسم جميع الاتحادات المصريه، بنتقدم بخالص العزاء للشهداء رفح، وعزائنا الخالص لاسرهم. بنقول برضه الحمد لله وبكرم من الله ان بجهد الاخ علاء السيد ان احنا حصلنا على ميداليه في الدوره الاولمبيه في لندن، ميداليه فضيه، وكان يعني على مقرب من انه يحصل الميداليه الذهبيه لولا اصاباته في كتفه. انما ان شاء الله وباذن الله بنعد ان شاء الله انه يحقق الميداليه الذهبيه في الاولمبيات القادمه باذن الله. انما بقول الاتي، ان الحقيقه
الوصول على السيد هذه النتيجة لم يكن فيك يوم أو اثنين أو ثلاثة، بداية من مهارته الفنية، ثم النادي الخاص به اللي هو نادي السلاح السكندري، ثم القائمين على مجلس إدارة النادي والمدربين اللي أشرفوا على تدريبه، بداية من عبد الرازق الشرقاوي الكابتن محمد السيد، ثم المدرب الأجنبي اللي جبناه له الحقيقة بمعاون المجلس القومي للرياضة مدرب بابلو، ثم اللجنة الفنية في الاتحاد السلاح، ثم مجلس إدارة الاتحاد ومجالس الإدارة السابقة، لأن صناعة البطل ليست عملية بسيطة، عملية بتستغرق جهد كبير جدا وسنوات طويلة جدا عشان نعد هذا البطل علاء السيد. والحقيقة برضه بنقول يعني إحنا إن شاء الله عندنا أبطال آخرين وبنعد بإذن الله إذا كان لنا نصيب في نجيب ميداليات أخرى في الأولمبياد القادمة في البرازيل إن شاء الله، إنما لنا عدة مطالب صغيرة أو مطلب واحد صغير من السيد الوزير، إن شاء الله يتعمل لنا صالة سلاح 20 بيستا في 20 ملعب يعني في الاستاد، لأن الحالة الموجودة حاليا في المركز الأولمبي عبارة عن صالة متهالكة فيها 9 بيستات بنتمرن فيها إحنا والخماسي. نحن بنعرض سيادة الوزير لو خصص لينا صالة 20 بيستا في الاستاد هيكون النتيجة أكبر من هذا، وإن شاء الله هنجيب أكثر من بطل ونعد مصر إن شاء الله بالأبطال، ونبارك لمصر بهذه البطولة وبنهدي هذه البطولة لمصر كلها إن شاء الله. احنا بنشكر مصر وبنهدي الهدية اللي جابها علاء السيد اللي هي الهدية الفضية في الأولمبياد لمصر كلها. والحقيقة برضو احنا بنقول إن الدولة ما قصرتش مع علاء، لأن يعني الحقيقة الإعداد اللي تم على علاء سواء من خلال نادي السلاح السكندري أو من نادي أو الاتحاد المصري للسلاح أو المشروع البطل المتميز اللي هو كان ليه أثر كبير، كل دول كانت عوامل نجاح لعلاء السيد. ثم هذا التكريم اللي عمله النهارده السيد الوزير، واحنا ان شاء الله عاملين حفله لتكريم علاء السيد، ثم نادي السلاح السكندري عامل له حفله برضه كبيره في اسكندريه هو وكرم جبر من تحت رعايه الدكتور عمرو شوقي وكيل وزاره الشباب في اسكندريه. طيب حضرتك يعني بتطالب ايه الفتره الجايه ان شاء الله؟ عشان انا بطالب يعني السلاح عامه لازم يكون ليها صاله سلاح 20 ملعب، ما يعني لا جدل ولا شك فيها، لان دي اهم حاجه بالنسبه لنا، لان جميع ملاعب السلاح في جمهوريه مصر العربيه لا تتعدى 30 ملعب، ودي ما تنفعش لتاهيل ناس للاولمبيات والعالميه بعد ما وصلنا لها. بناشد الدوله وبناشد سياده الوزير ان لازم يتعمل صاله سلاح في استاد القاهره فيها 20 ملعب سلاح. طيب حضرتك بتطالب بقى علاء بايه الفتره الجايه وكل اللعيبه السلاح عشان يقدر يحققها؟ بقول له يعني اياك والغرور، استمر في النجاح اللي انت حققته واللي لم يحقق في تاريخ السلاح، ربنا يوفقك لأنه هو يمتاز بالخلق والأدب والعلم والفنيات العالية في الرياضة. بقول له ربنا يبارك لك واستمر في اللي انت ماشي فيه، وان شاء الله هتجيب الذهبية بإذن الله. بشكر كل الناس اللي تعبت معاه، الحمد لله طبعا الميدالية كانت جهد من دولة مبدأ ترعى، بشكر المدربين كل المدربين اللي دربوا له، كابتن عبد الرازق وكابتن محمد السيد ومدرب فلاندين ووالدتي، كان لهم دور كبير جامد في الميداليه دي، والحمد لله قدرنا ان احنا نوصل ان لعبه السلاح تقدر انها تجيب ميداليات، والحمد لله الناس دلوقتي بقت تتفرج على السلاح، واتمنى ان السلاح يبقى وقت كده عالميا، وان شاء الله ما تكونش دي بدايه الميداليات في السلاح، يعني تكون بدايه ومش نهايه. اكيد بالنسبه لنا المفروض في شهادات تقدير المفروض انها تطلع من وزاره الرياضه بمسمى وزاره الرياضه، وهو المسمى المفروض جديد. احنا بنقولوا ان كنا حريصين الحقيقه على ان يبقى في شهادات تقدير، لان انا اعتقد ان ممكن المكافاه الماديه او الكلام ده كله من الممكن انها تتصرف، انما تبقى الشهادات هي الموجوده على الحوائط، وتبقى الجزئيه دي هي الذكريات واللي بتتوارثها الاجيال عن اجيال. احنا هنكرر الحقيقه كل الناس اللي شاركوا في حصول على هذه الميداليه بشهادات تقدير، وهندي لعلاء بمشيئه الله هو درع الوزاره بجانب مكافاته الرسميه للوائح اللي بنص عليها طبعا، بعد خصم الجزء الخاص بالضرايب، دي بقى حاجات خاصه للدوله بامر طبيعي يعني.
وهو ما شاء الله ربنا يبارك له كده ويرزقه خير ويجعله في الخير دايما يا رب. هو التشيك بتاعه طالع بمشيئة الله صافي بمبلغ 675,000 جنيه. ما هو مش انا اللي بخصم، ده قانون. احنا كنا عايزين نزودها يعني، عشان كانت المبلغ لو كتير كان عن دوره. والله احنا لازم نكون يعني واقعيين ان احنا برضه بنمر بظروف ماديه في بلدنا محتاجه اعاده ترتيب اوراق، واكيد عندنا برضه في مجموعات بالنسبه برضه اللجنه البارالمبيه والناس مسافره والنهايه مكافاتهم ضئيله جدا، وبرضه مرفوض في حساباتنا ان احنا نعيد ترتيب الاوراق ليها. انما ان شاء الله ان احنا المولى ياخد الذهبيه الموضوع الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله، واكيد هتكون المكافات زياده باذن الله يا رب. فاحنا هنبدا بتكريم الشهادات التقدير الاول، وهنخلي علاء اخر واحد لان هو المفروض النجم بتاع الحفله، فالمفروض ان هو اخر واحد المفروض يحصل على التكريم يخليه يدفع لي ان هو يكمل وان هو يقدر يفوز بميداليه ثانيه. وبرضو اشكر طبعا ان التكريم كان سريع بعد ما جيت على طول، يعني جيت الاسبوع اللي فات على طول، النهارده كان التكريم وبس. واتمنى من المطالب انها تتنفذ بالنسبه لاصابتي وبالنسبه للرساله للتمرين نقدر نتمرن فيه. تمام، يعني انت شايف ايه المطلوب الفتره الجايه بقى عشان يبقى فيه اهتمام اكتر بلعبه السلاح عموما وبيك انت كعين، يعني عشان تقدر تحقق ميداليه؟ اتمنى طبعا الخطه يحطها المدرب تمشي، ان المدرب يفضل موجود برضو، دي نقطه ثانيه. نقدر نشتغل في مناخ كويس، وبرضو موضوع الصاله، احنا الصاله بنتمرن فيها 3 العاب بس الخماسي، فولاد وبنات، فطبعا بنتمنى يبقى في صاله مستقله لينا، صاله يعني تليق بالانجازات اللي احنا بنعملها. نصيحتك طب ايه للعيبة السلاح الفترة الجاية برضه عشان يقدروا يحققوا اللي انت حققته؟ طبعا يعني انصحهم ان هم ما يفقدوش الامل، ان هو يكملوا ايا كانت العقوبات اللي قدامهم، ان هو احنا نقدر الحمد لله نقدر نكسب. ده طبعا اتمنى الميداليه دي تديهم دفعه، وناس كتير يعني قالت لي كده ان احنا يعني الميداليه دي ساعدتهم كتير ورفعت من معنوياتهم. الميداليه الجايه دهب ان شاء الله؟ ان شاء الله الميداليه الجايه دهب. فرحه مش عايزه اقول لك ما تقدرش، يعني يبقى عندنا بعد 100 سنه من بدايه مشاركه مصر في الاولمبياد اول ميداليه فضيه، وكانت ممكن تكون ميداليه ذهبيه، فدي فرحه ما حدش يقدر يتكلم ولا يوصفها خالص. انما اقدر اقول الحمد لله دي بدايه الانجازات ان شاء الله. عندنا ان شاء الله في ريو دي جانيرو بنقعد باكثر من ميداليه كاتحاد سلاح ان شاء الله. ان شاء الله حضرتك متوقعه عليا الميداليه اللي جابها؟ والله احنا كنا عارفين ان هو هيبقى من الاربعه دور الاربعه، هو بطل جراند بري جايب مركز ثالث في الجائزه الكبرى، هو المصنف السابع على العالم، هو اول عالم 20 سنه، فالميداليه ما كانتش بعيده عنه، ما كانتش مفاجاه لينا ان شاء الله. حضرتك شايفه ايه السبب ان كل الحاجات دي ما حدش كان عارفها قبل الاولمبياد؟ كان كله عارف بس تجاهل اعلامي للعبات الفرديه، وده مش مستوى السلاح بس، احنا بنعاني كل اللعبات الفرديه، كل الناس بتركز على كره اللعبات الجماعيه، كره القدم بصفه خاصه هي لعبه شعبيه وجميله وهي الساحره المستجيره، انما بنامل المرحله الجايه نشوف بقى الناس بترعانا شويه. انا سعيد جدا سيادة الوزير النهارده بيكرم علاء وبيديله يعني حقه في التواجد هنا برضو اعلاميا، وانا برضو يعني سعيد بمشاعر علاء الايجابيه في ان هو يعني باين عليه قد ايه السعاده ان بلده بتكرمه بيتواجد مع سيادة الوزير وجهاز وزاره الرياضه وجهاز الاتحاد ومجلس الاداره، فيعني اعتقد ان هي يعني ظاهره ايجابيه جدا وتحسب السيد الوزير والوزاره، واتمنى من الله يعني ان احنا نيجي هنا كمان بعد 4 سنين اذا كان التوفيق حليفنا باذن الله برضه مع ميداليه اولمبيه اخرى لعلاء او ابطال السلاح التانيين الموجودين في يعني في فتره الاعداد ان شاء الله في الـ4 سنين. حضرتك شايف يعني علاء وكان قبليه برضه ايمن علاء والناس دي ابطال عالم يعني ما شاء الله، يعني ما فيش اي تكريم بيحصل ليهم او ما فيش حد اصلا بيبقى عارف اساميهم، ما كانش حد يعرف علاء غير لو جاب ميداليه اولمبيه. حضرتك شايف تقصير من فين هنا يعني، او بيطالب مين بانه يعمل ايه اهتمام اكتر باللعيبه دي عشان؟ والله يعني هي عايز اقول يعني عوامل كتيره، جزء منها الاساسي هو بؤره الاهتمام بتاخدها الالعاب الفرديه. السلاح بصفة عامة يعني الناس ما تعرفش عنه أي حاجة. أنا سعيد جدا إن أنا حاسس إن في تغيير بقى، لو وصلنا للجانب التاني من الـ من الـ من الكوين يعني هنلاقي إن دلوقتي بدأ في اهتمام، الناس بتعرف عن السلاح،
مهتمين يعرفوا، واتمنى ان اولياء الامور الفتره الجايه يهتموا ان هم اولادهم يتعرفوا اكتر على اللعبه ويمارسوها. يدينا قاعده اكبر ان احنا نطلع ابطال اكتر، ولعبه السلاح مش بعيده اولمبيا، وعندنا كوادر على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري في اللعبه تقدر انها تطور لعبه في مصر بشكل ايجابي. وعندنا برضو فكرة محترمة جدا لناس كتيرة ممكن ازاي نستفيد من الخبرات المختلفة في بلاد تانية ان احنا نحطها في مصر هنا ونعمل برضو تطور اللعبة. فانا متفائل الفترة اللي جاية باذن الله. يمكن الفترة اللي فاتت كانت اصعب من ناحية الاهتمام الاعلامي، واحنا كنا بنحارب دي ان احنا نحط نفسنا على الخريطة، بس صعب في وسط اهتمام الاهتمام المجتمعي باللعب. فالنهارده يمكن الاهتمام المجتمعي زاد، فيبقى فرصه الفتره اللي جايه ان احنا بنمسحها. يعني حضرتك بتطالب ايه بقى العلاء الفتره الجايه ولكل ابطالنا، يعني ان هم عشان يقدروا يحققوا ميداليات اكتر في اللعبه دي؟ يعني جزئيه الاحتكاك جزئيه مهمه جدا. فاحنا عندنا بالنسبه لابطال الاولمبيين او الدوليين اللي على المستوى العالي، احنا اتمنى يبقى مخصص ليهم زي ما بنقول بادجت لاشتراكاتهم في البطولات الدوليه اللي جايه في 4 سنين الجايين. احنا عندنا خطه قائمه باذن الله في الاتحاد ان شاء الله نقدر نحاول ننفذها، ان احنا كل ما زياده عدد الاشتراك في المنافسات الدوليه بره بتزود فرصه ان اللعيبه مستواها يتطور ويجيب نتائج احسن. فده جزء تاني. جزئيه بقى الاهم بالنسبه لي انا شايفها على المستوى المتوسط والطويل، ان يبقى في صاله سلاح متخصصه خاصه لاتحاد السلاح المصري في مكان تكرمنا وزاره الرياضه فيه ان هو توفره لنا، ان احنا نقدر نبني بقى جيل جديد من لعبه السلاح، حوالي 20 ملعب، يبقى عندنا كيان لجهاز اداري محترم وجهاز فني محترم يقدر يبني قاعده اساسيه ثانيه للاعيبه السلاح في مصر الناشئين، عشان يبقى عندنا يعني ذخيره للمستقبل ان احنا نجيب نتائج احسن. ان احنا عندنا زي ما قلت لك عندنا النو هاو الفني، وعندنا ناس عندها عايز تشتغل جامد، فنتمنى بس يبقى عندنا مكان نشتغل فيه. السيدة الأستاذة ميرفت حسن حسنين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح. السيد الأستاذ أسامة مصطفى رياض، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح. السيد الأستاذ تامر محمد العربي شمعون، عضو الاتحاد. السيد الأستاذ محمد المتوكل علي حسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري. مستر بافل كوندريسكي، المدير الفني. طبعا دلوقتي مع البطل وصاحب الحفل الكابتن علاء الدين احمد ابو القاسم. انا زهقت. ممكن اعينك معانا بس بعد اذنك. حاضر. الشيك بس عشان تطلعها. حاضر. عينكم عليه. لا لسه كده.